سرعة كده واضح انه زي ما بقول لكم السعودية بتتغير. بعض الناس يقول لك ايه، شوف يا اخي مصر بتتطرف وتعود للخلف في الوقت اللي السعودية فيه، يعني بتحاول انها تدخل شوية في نطاق المدنية وتحاول انها تتخلص من بعض الصور الظلاميه يعني اللي التصقت بيها. هيبقى في سينمات في السعوديه، البعض يقول لك يعني هو خلاص هي دي الفن بقيمته المؤثره في وجدان الناس، الفن المشكل ايضا لوعي الشعوب. الدول اللي بتتباهى دايما بتقدمها بتتباهى ايضا بفنها يعني، وبالتالي هنا السعوديه بتحاول انها يعني تعود تاني للحياة الطبيعية وتلغي بعض المشاهد أو بعض المفاهيم اللي كانت سائدة ومنتشرة. خلاص المرأة هتقود السيارة، مع إن أي عاقل يقول ليه ما تقودش السيارة، لا هتقود خلاص السيارة. سينمات في السعودية، مع إن أي عاقل يقول بقى الخطر في السينمات ولا في الفتاوى اللي بتدعو للقتل والتفجير، أيهما أخطر؟ السينمات هتعود، هيبقى في سياحة على فكرة في السعودية وسياحة شاطئية كمان، تخيلوا جون ترافولتا في السعودية، تخيلوا كمان يعني ربما كان يتعرض من المؤسسات الدينية في السعودية إلى اتهامات مختلفة يعني إن دول الشياطين ودول اللي عاوزين ينقلوا الشيطنة والأفكار الشيطانية لمجتمعاتنا يعني. شوفوا ازاي يتم الاحتفاء بجون ترافولتا في السعودية. في وقت متأخر من مساء الخميس وصل الفنان العالمي جون ترافولتا إلى السعودية في أول زيارة له للمملكة. وفي جلسة حوارية تحت عنوان وقفة مع جون ترافولتا، تحدث الفنان الهوليودي أمام جمهور عريض عن مسيرته الفنية وكواليس أعماله وأفلامه وأسرار هوليود. كما أعرب عن تأثره بالدفء والترحيب الذي لقيه منذ وصوله أرض السعودية، وقال مشجعا الشباب السعودي إن من تخلوا عن طموحاتهم فقد خانوا أحلامهم. وخلال يومين أمضاهما في المملكة زار ترافولتا أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية في الرياض. وأتت زيارة ترافولتا بعد أيام قليلة من إعلان البدء بمنح تراخيص لإنشاء دور السينما في المملكة، حيث وافقت المملكة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي فيها.